بنات كده، لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت البنات فيديو جديد او وصفة جديدة كما العادة، ديال كثافة الشعر او تطويله. البنات كتطول الشعر، كتكتفو، كتخلي الشعر في واحد اللمعان زوين. البنات جربوها وما غتندموش. هاد الوصفة البنات من الزنجبيل الاخضر هو هذا، كله كاع الناس كيعرفوه. كنشدو كنحكوه هكا، كنحكو بجلو فوق انا، قشور ديال الثوم. وهذا البنات كنشدو كنطحنوه في طحانة كهربائية على هذا الشكل. وهذه زريعة البصلة، كنحمرها شوية في مقلة في العافية، وكنطحنوها في الطحان الكهربائي. الزيتون البنات، والثوم، ثلاثة الفصوص او اربعة ديال الفصوص ديال الثوم نديرهم بالقشور ديالهم. لما منتوج البنات نبداو بزريعة البصلة هي الاولى البنات، هي هذه البنات. كتمتاز ان زيت بذور البصل يحتوي على معادن التي تمنع تساقط الشعر وتحافظ على الشعر صحي وقوي، كتساعد على عمليه الهضم بشكل افضل من مواد غذائيه اخرى، كما انها كتقتل الطفيليات المعويه، وبالتالي فهو علاج قوي للشعر وكذلك للحصول على شعر جذاب وجميل وقوي. هذه زريعه البصل البنات. المنتوج الثاني هو قشور البصل، وهذا البنات كيمتاز انه كيزيد من لمعان الشعر وصحته، كيمنح الشعر الملمس ناعم، كيحافظ على ترطيب فروة الرأس، وكينظفها من القشرة، كما كيقاوم لحكة الرأس بفضل المواد المطهرة التي يحتوي على مميزاتها القشور الثوم. من مميزات قشور الثوم انه كيعمل على تطويل الشعر وكتكتيفه، كيقوي البصيلات ويمنع تساقط الشعر، كيزيد من لمعان الشعر وصحته، كما انه كيمنح الشعر ملمس ناعم، وكذلك يحافظ على ترطيب فروة الرأس وتنظيف القشرة، كيقاوم لحكة وكما أنه كيقاوم لحكة الرأس. كنهضر على قشور الثوم. الزنجبيل الأخضر من المميزات ديالو أنه كيعمل على تحسين أداء الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أنه كيعزز من نمو الشعر، يكافح جذور الحرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، وكذلك يحمي خلايا الشعر من التساقط، كما يمنح الشعر الليونة والنعومة. بنات زيت الزيتون، كيمتاز زيت الزيتون انه كيساعد على ترطيب الشعر بشكل كافي من جذوره حتى اطرافه، يحمي الشعر من التساقط الذي قد يتعرض له. الزيت الزيتون يحتوي بنسبة عالية من الفيتامين أ، كيساعد على علاج الشعر المتقصف والمجهد، كما انه كيساعد على الحفاظ على مادة الكيراتين الطبيعية. مكون واحد هو الثوم. الثوم من الافضل يكون احمر البنات، عنده فعالية بزاف على الشعر ولا شحال من حاجة في الوصفات. مميزات ديالو أنه كينقي بصيلات الشعر وكيقويها، بالإضافة إلى منع انسدادها وبالتالي الحد من تساقط الشعر. كيهدئ فروة الشعر. لاحتواء الثوم على نسبة عالية من فيتامين سي المفيد للصحة للشعر، حيث أنه يعزز الكولاجين الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر. نجيبو قرعة بحال هكا، نكونو غسلناها وعقمناها، وناخدو معلقة من كل منتوج، معلقة هكا، معلقة ديال الزنجبيل، ومعلقة ديال الثوم، قشور الثوم. البنات الثوم نديرو على الطريقة هذه بحال هكا، خليها كمجلوفة، وزيت الزيتون البنات ضروري تكون خالية من الأملاح، يعني ديرو زيت زيتون البكر تقريبا كاس. حالك خليوها بحال هكا، ضروري البنات ضروري خاصكم ديروها بحال هكا، اما زيف اما بابي الومنيوم اما شي فوطة عندكم، وتخبيوها في مكان مظلم لمدة 15 يوم.
البنات بقاو تشقوا بها شعركم وتبغيو تمشيو للحمام او تغسلوا ولا شي حاجه، تخليوه على الاقل 3 سوايع الماكسيموم. انا اي خلطه كنجربها في شعري كنخليها ليله كامله البنات باش الشعر ديالي يستافد منها. البنات انا راه عندي هاد الخلطه هادي راني دايرها هنايا، فكانت عامره تبارك الله، راه قرب مساليه، راه عندها واحد الفعاليه مضمونه 100%. الناس اللي بقى ما شاركتش عندي في القناة وصفات بوصلة الدخول، تشارك معي وتفعل الجرس باش ديما يوصل الجديد ديالي. كنتمناكم تدعموني وتبقاو معايا، لحقاش الدعم ديالكم هو اللي غيوصلني ان شاء الله.